معاكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية. زي ما قلت لكم النهاردة فقرتنا في ملاعب الأبطال، أبطال وأبطال من ذهب. نورني طبعا النهاردة في ملاعب الأبطال اتنين من أبطالنا اللي بعتبرهم أبطال من ذهب في رفع الأثقال، وكلام كتير جدا طبعا أكيد عن كل البطولات اللي لعبوا فيها ومشاركتهم الأخيرة في بطولة أفريقيا اللي كانت بتستضيفها مصر باستاد القاهرة. نورني النهاردة كابتن كريم كحلة لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال. مساء الفل عليك يا كابتن كريم. مساء الخير، أخبارك؟ شكرا إيه؟ حضرتك. الحمد لله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نوراني كمان نعمة سعيد لاعبة طبعا منتخب رفع الاثقال واللي مشرفانا في المحافل الدوليه، وهي ما دخلت عليا ما حسيتش ان هي رفع اثقال خالص. نعمه في الحقيقه جسمها سليم خالص، ولكن في الحقيقه هي وحش قدام الشاشه. منوراني يا نعمه. شكرا. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كله حلو؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كابتن كريم، يعني عايزه ابتدي معاك عن كواليس مشاركتك الاخيره في بطوله افريقيا. أكيد استعدتوا للبطولة بشكل جيد قبل ما تدخل البطولة. هي بطولة رقمية، يعني رفع الأثقال رياضة رقمية، تبقى عارف أنت داخل هترفع رقم إيه، منافسينك عاملين إزاي. كلمني عن كواليس مشاركتك الأخيرة. والله هو يعني أول حاجة أنا ده كان أول ماتش ليا ألعب بطولة أفريقيا في مصر. اتلعب كذا بطولة قبل كده في مصر أفريقيا، بس أنا مشاركتش فيهم. يعني دي كان أول مشاركة في مصر، يعني الحمد لله كنت مبسوط جداً. يعني هو بالاخص بصراحه انا كنت مبسوط عشان والدتي جت حضرت معايا البطوله. كانت وش الخير بقى. طبعا هي دايما وش الخير، وهي كانت مبسوطه جدا طبعًا. وكانت مبسوطه قوي وانا باخد الميداليه الذهب وبكسب، فدي كانت حاجه مفرحاني جدا يعني. وتاني حاجه احنا كنا يعني جايين من معسكر خارجي، كنا في جورجيا وكنا مجهزين في المعسكر الخارجي، بس التجهيز طبعا يعني اتجاهه لبطوله العالم الكبار اللي هي الشهر الجاي. وكانت البطولة أفريقيا هي محطة يعني نقدر نقول عليها مثلا بالنسبة لي أنا زي بروفا مثلا لبطولة العالم يعني. فالحمد لله يعني توفيق من عند ربنا. أنا كنت مبسوط بأجواء الماتش وبتنظيم الماتش كمان. الماتش تنظيمه كان هايل جدا، يعني كنت حاسس أنا بلعب في بطولة عالم، فكنت مبسوط طبعا بالناس. يعني كان في تونس مثلا، كان ليا أصحابي مثلا كانوا مبسوطين بالتنظيم وبشكل البطوله، فدي حاجه تفرحني ان مصر تنظم بطوله بالشكل ده. يعني انبعاثات المشاركه لله. يعني كان الفيدباك بتاعها حلو عن تنظيم البطوله، عن المكان. طبعا عن انا لعبت دوره البحر في شهر 7 اللي فات. يعني انا تنظيم بطوله افريقيا بتاعتنا كانت احسن، الاجواء بتاعتها كانت احسن من دوره البحر. فدي حاجه مخليني مبسوط جدا، يعني مبسوط ببلدي كمان، يعني ان انا بلعب في بلدي بالاجواء دي، فدي حاجه كنت مبسوط بيها جدا يعني. طيب اكيد انا هرجع لك مره ثانيه عشان اعرف كواليس يعني وجود والدتك في المدرجات ايه وايه اللي حصل كده في الكواليس، ولكن خليني اروح لنعمه برضو. نعمه، يعني استعدت ازاي للبطوله؟ انت ما شاء الله عليك بطله كبيره، مش في افريقيا بس، الحمد لله ربنا يحفظك يا رب. ولكن قبل البطوله اكيد كان ليها برضو استعداد خاص. هتبقى في مصر وهيبقى في ممكن حضور جماهيري، هيبقى في العيله هتيجي، هيبقى في دعم كبير، دعم معنوي ووجود ناس كتيره. اكيد انت كنت حابه تفرحيهم. حقيقي فعلا جالي كتير من البيت، وولاد بلدي كانوا موجودين برضو، وبرضو زي كريم اول ماتش ليا مامتي تحضره، فكنت متحمسه جدا للماتش ده، كنت فرحانه جدا بوجودها كمان. طيب قبل البطوله بالارقام، انت كنت عارفه ان انت داخله تلعبي على الذهب؟ يعني رقمك انت عارفه في ميزانك ان هو فارق عن المنافسين؟ الحمد لله في افريقيا. الحمد لله عارفه دوت. الحمد لله الحمد لله. فكان الموضوع كان سهل معايا الحمد لله. يعني اللحظات دي بتبقى يعني بتعني لك ايه؟ يعني انت في اللحظه دي بتفكري في ايه؟ انا اللحظه دي حقيقي كنت متوتره جدا، و يعني بحاول اهدي نفسي على قد ما اقدر عشان الثقل ده كان مهم بالنسبه لي. قليلي الاسترس ازاي؟ بعد بقول باخد نفسي وفي نفس الوقت كلمه لا حول ولا قوه الا بالله على طول معايا، وبهدى بسكت كتير جدا، بفكر كتير بس. الحوقله يعني. الحال والقوة بإيد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. طيب كابتن كريم، يعني برضو عايزة أرجع لك مرة تانية. وجود والدتك في المدرجات، وأنا بحب دايما أتكلم في الكواليس المخفية. الميدالية خدناها والحمد لله وفرحنا بيها، ولكن قد إيه كانت سبورت ليك، كانت دعم ليك؟ كلمت معها قبل الماتش قلت لها إيه؟ أول ما أحرزت الميدالية الذهب بصيت عليها، فكرت في مين؟ إيه كان بيدور في دماغ كريم كحلة؟ هو انا يعني انا كانت مشكلتي بس قبل الماتش ده، ان هو عموما انا والدتي ما بحبش ان هي تحضر الماتشات لان ببقى خايف عليها جدا، توتر وكده. انا
انا طبيعتي في اللعبه نيرف عالي قوي، بزعق، ببقى في انفعال، الحاجات دي كلها. فطبعا الحاجات دي هي ممكن تكون مش واصله لها مش بالشكل هترجمها، مش تبقى فدي حاجه تخليها تتوتر اصلا اكتر، فانا بخاف عليها يعني. بس الماتش دوت انا كنت شايف ان هو بالنسبه لي كان مش الماتش اللي ممكن اعمل يعني ممكن احارب فيه يعني، على عكس مثلا بطوله العالم، على عكس دوره البحر. فحبيت ان هي تكون موجوده معايا، وان هي يعني البسها الميداليات اللي انا جبتها، تكون مبسوطه بالاجواء دي كلها، تحضر حاولت ان معايا انت يعني. تهيئها قبل الماتش يعني، تقول لها ما تقلقيش لو زعقت لو عملت يعني، طبعا تعيشها الاجواء. انا قبل الماتش باسبوع انا يعني شغال على كده يعني، بتفهمها ايه اللي هيحصل. اللي هو لا، كنت بفهمها ان الماتش مش قوي قوي، مش مصيري قوي بالنسبه لي، اللي هو يعني اللي هو حياه او موت بالنسبه لي. فمش زي بطوله العالم يعني، انا طبعا بطوله العالم هخليها مش هتتفرج على الماتش، لان الماتش هيكون قوي جدا، وانا بلعب حتى في التمرين بتفاني شويه في الـ في الـ في شغلي يعني. نفسي احقق ميداليه اولمبيه، نفسي ان احقق شاء ميداليه في الله. بطوله العالم. فانا شايف ان هدف واحد انا مركز فيه بشكل قوي جدا، وبتعامل بتفاني في عملي، فاكيد ربنا هيكرمني يعني ان شاء الله. فطبعا دي حاجه انا ما بحبش ان والدتي تكون داخله معايا فيها، لان التوتر في توتر جامد. فطبعا قعدت اسبوع اهدي فيها، وما تقلقيش الماتش سهل جدا. طبعا هي ما برضو كان في كانت خطيبتي برضو بالمناسبه، كانت معاها في المدرجات، وكان هما الاثنين كانوا متوترين يعني. انا كنت قايل لخطيبتي ان هي تهديها وكده، خطيبتي مفيش بقى. توترت ووترتها معاها الحمد لله. لبست مين الميداليه؟ لا، والدتي. ربنا يخليها لك يا رب ويحفظها ويديها طول العمر يا رب. اللهم امين. نعمه، يعني اكيد الفتره اللي فاتت فتره ما كانتش سهله، فتره الايقاف، فترة التحديات، ان يعني انا بشتغل وبتعب واكيد ربنا عالم الواحد بيتعب قد ايه. وخلي بالك دايما ببقى شايفة المكافأة على قد التعب، يعني على قد تعبك في الاخر ربنا بيطبطب عليكي كده وتلاقي بتلبسي الميدالية اللي بتنسيكي تعب السنين والفترة دي كلها. فترة الايقاف اللي تعرض ليها الاتحاد او عدم مشاركة منتخبنا في البطولات، تعاملتي معاها ازاي؟ هي دي اكتر فترة مرت عليا صعبة، فترة الايقاف دي، بس خرجت منها الحمد لله يعني. كان الموضوع كان تمام، بس الفترة ديت يعني حكيت فيه كتير قوي الموضوع ده، اللي هو خدناه في فترة كورونا، مفيش تمرين وتسع شهور في معسكر، مفيش اي حاجة. فكان فترة كانت صعبة جدا يعني، كانت علينا يعني. وكان معايا وقتها كريم برضو في التسع شهور دولت، وكان وقتها برضو معانا الراعي بتاعنا يعني. هو ده برضو ساهم. طيب معانا شويه اوقات يعني الفترات الصعبه دي بتبقى الدنيا مظلمه، بس لازم نبقى شايفين النور اللي في اخر الطريق عشان نفضل نشتغل طول الوقت عليه. حقيقي كنتوا بتتكلموا مع بعض تقولوا ايه يعني؟ هتعدي فتره وهتعدي، لازم نكمل، احنا محتاجين في الوقت ده سياسه النفس الطويل. بالظبط. وكنت متعمده جدا اني بطوله العالم اول ماتش لينا ان احنا نظهر نكون كويسين، ان انا اكون كويسه. اول مشاركه ليكي كانت بطوله العالم، انت جبتي فيها ذهب صح؟ انا فاكره. وبعدين التسع شهور دول كان كل الناس فاكره ان رفع الاثقال دي لا، انتوا بتضغطوا نشاطات. فكان في كلام سلبي كتير قوي كان بيزعق يعني، اللي هو رفع الاثقال مش لسه هتعمل حاجه، دي عملت قبل كده. فكل ده كان مديني حماس على فكره، ما كانش بيحبطني خالص، اللي هو ان شاء الله السنتين هيعدوا هنرجع ان شاء الله. وبالفعل رجعنا احسن من الاول يعني، الحمد لله. يعني الكلام اللي بتقوله نعمه ده كلام محترم جدا ومهم، لان فعلا انت ممكن يجي عليك وقت تلاقي ان هو انا مهما اتعب في ممكن جيل اماله تروح في حاجه زي كده يعني. يقول لك في بطولات عدت، في اولمبيات عدت، في حوارات كتير حصلت. اتعاملت مع الموضوع ازاي، وازاي بدلت دوافعك من ان هي تبقى محبطه لدعم وتبقى افضل، وان اللي جاي تحدي ليا وهحقق ان شاء الله؟ لا، هو انا كان وضعي مختلف شويه عن لعيبه كتير يعني. انا كان اخر مشاركه ليا دوليه كانت في 2014، وكنت لسه لاعب ناشئ، كنت لسه صغير، وبعدين اتحرمت كتير قوي من المشاركات كتير، بالرغم ان انا كنت بتمرن يعني، كنت بتمرن كويس، كنت بعمل مستويات كويسه. بس كان وقتها كان في المنتخب كان هم رافضين ان هم يضموني لفريق المنتخب. كان يعني هم كانوا بيقولوا الاسباب فنيه ولا كانت ايه؟ كان الاسباب فنيه. كان في مدير فني للمنتخب في 2015، هو قال ان انا ما ينفعش العب في اللعبه دي اصلا. هو قالها لي مباشره يعني قدام ناس كتير يعني، كان في تجارب، انت ما تلعبش اللعبه دي وخلاص،
وشوف لك لعبه تانية. اه شوف اي حاجه تانية. فبناء على الـ على الـ الانطباع دي، وهو كل المدربين وكل المديرين الفنيين اللي جم منتخب مصر من بعد المدير الفني ده شايفين نفس الرؤيه ونفس الانطباع اللي خدوها عني، وخلاص فضلت لحد 2019. ما يعني انت من 2014 ل 2019 انت بتتمرن لوحدك؟ كنت بتمرن اه في كنت بتمرن في البيت عندي. اه وكان اللي بيحط خطه التمرين بتاعتي كان محمد اخويا الاكبر مني. وفضلت السنين دي كلها بتمرن، يعني في السنين طب دي كلها انت بتمرن كنت على امل. مصدق؟ هو كان كل موسم، يعني كان كل سنه كان بيبقى فيه ماتش، وكنت بقول ان الماتش ده هيكون بدايتي وان شاء الله ربنا هيكرم فيه، وتنتهي الموضوع بان انا مستبعد ومش مش هلعب. موجود لحد 2018 كان في بطوله كانت دوره البحر، قلت تمام البطوله دي هتكون بدايتي وهركز ان انا ادخل منتخب. وكلمت فعلا وقتها رئيس الاتحاد والمدير الفني وانا عايز العب. طبعا ادوني كلام كتير اللي هو طب اصبر طب استنى شويه الكلام ده، لحد في النهايه جينا قبل البطوله قالوا لي طب هنعمل لك تجارب. جينا وقت التجارب قالوا لي معلش انت استبعد. مش احنا ما بعتناش اسمك اصلا للبطوله ومش هتلعب. طب خلاص قلت لهم تمام انا مش عايز العب بس ادخل المنتخب وادوني فرصه شوفوني. وقتها كان المدير الفني الكابتن محمد موسى الديب، هو اداني فرصه قال لي خلاص تمام هدي لك فرصه، وفعلا اداني فرصه 8 شهور في بدايه 2019. كنا خلاص طالعين من 2018، من شهر 1 2019 لحد شهر 8 وانا بتمرن جوه المنتخب لحد دوره الالعاب الافريقيه. دي كانت فعلا كانت بدايتي، ورحت عملت 3 ميداليات ذهب وعملت 3 ارقام افريقيه، وكان بدايه بالنسبه لي كانت كويسه. وكنت يعني السنين دي كلها على امل ان العب ماتش زي ده. يعني الحمد لله كان بعدها بطوله العالم، كنت ساعتها بنجهز ان احنا نجيب ميداليه في بطوله العالم دي. اتوقفنا بقى قبل بطوله العالم قبل السفر بما فيش، حصل موضوع الايقاف والحاجات دي. رجعت تاني تحت الصفر تاني للبيت، قعدنا سنتين طبعا في البيت. كنت بقى يعني مش عارف اعمل ايه، بس كان عندي امل ان هنرجع تاني. انا صبرت سنين كتير، 5 6 سنين. انا كنت لسه هقول لك والله، يعني انت وانت بتحكي انا تعبت. يعني انا كل سنه من 2014 اوصل لاخر السيزون عشان اشترك في بطوله فيقولوا لي لا احنا اسفين، اجي 2015 احنا اسفين، 2016 ازاي؟ هي كانت سنين كتير، فانا كان عندي يقين ان سنتين هعدي. كنت بتاخد السنه بسنه، انت هي كان ما بتفكرش كان دايماً ان هي عدت قد اه ايه؟ كان دايما في السنه في نهايتها لما بقى يحصل الدروب ده، يعني بزعل بعيط شويه طب خلاص انا مش هلعب تاني الحاجات دي كلها. بعد مثلا يومين ثلاثه بهدى وبرجع تاني للتمرين، وعلى امل ان السنه الجايه هتكون كويسه وهنقدر. هو السنتين اللي كان فيها ايقاف على الجميع، فدي كانت هينه. ما تقوليش رجعت للصفر، كانت هينه. كانت صعبه يعني جدا. اصل ده على الكل. اه طبعا احنا اه مش عارفين الدنيا رايحه فين، بس ان شاء الله في افضل، هيبقى في اجتهادات ان احنا هنرجع، يعني انت فاهم. آه هي قرارات دوليه، مش يعني مش بايدك. لكن فكره ان انا مدير فني يبقى ما عندوش قناعات، واللي يجي بعد منه يسمع منه فالقناعات تتجدد، ان ما فيش قناعات، عارف انت ده. انا ببقى شايفه ان هو unfair، موضوع صعب. اه طبعا هو يعني فتره الايقاف كانت صعبه. انا كنت ساعتها كمان كنت في الجيش، كنت مجند في الجيش، وكان كنت لسه متكرم من قائد بتاعي في بطوله. فطبعا جه وقت الايقاف دوت، فكنت انا مشهور جدا بقى في السلاح بتاعي، يعني مش عارف المفروض اقول اسمه ولا لا، بس يعني كنت مشهور جدا فيه. خلاص جايب بطوله وبطل، فتوقفنا. فخلاص يعني رجعت تاني للجيش، اتبهدلت 8 شهور كده، كان فاضل لي 8 شهور خلصتهم ورجعت تاني بقى للتمرين تاني، وعلى يقين ان هنرجع هنكون احسن. بطوله من رحم المعاناه. اه طبعا والحمد لله. يعني انا شايف ان دلوقتي احنا ماشيين بشكل لله. كويس. كل مره بنكون في خطوه لقدام، وربنا كريم في باريس ان شاء الله. الحمد لله ربنا يكرم. دايما بقول اخره الصبر جبر. الحمد إن شاء الله. لله نعمه. يعني قعدت اتكلم هنا شويه كتير كده، بس الموضوع شدني جدا. ودايما انا ببقى شايفه ان المشوار مش سهل. اكيد انا شايفه ان المشوار كله تضحيات وكله تحديات، وازاي طول الوقت تجدد دوافع عندك. يعني انا ممكن ابقى بطله العالم وبعد منها احس ان انا احسن من الكل، هوب بيجي دروب مفيش ميداليه. ازاي بتعملي في نفسك كده، او بتعملي كنترول على نفسك ان انت كل ما توصلي للتوب لا انا لسه عندي، لسه عايزه اكتر، لسه عايزه اكثر ارقام، طول الوقت في تجدد او تجديد لدوافع معاكي على مستوى الشخصي.
وانا الحمد لله عندي يقين بالله جدا ان انا على قد تعبي دوت ربنا يكرمني، وفي نفس الوقت عندي برضو اهلي. انا كتير قوي يعني اللي هو كنت ببقى منهاره، ما خلاص انتي حاطه في دماغك حاجه ما تتنزليش عليها. على طول بيشجعوني لده. وعندي اخويا عمر، انا في دروبات كتير قوي وقعت فيها، كان هو اكتر حد عدني منها. زي برضو فتره الاوقاف ديت انا حصلت لي مشكله اصابه فيها. اللي هو الاصابه انا اصابه ووقف والاصابه كمان مش هينه، ده لحد الان بعاني منها. فده كله كان ضغط كبير قوي، بس الحمد لله يعني ربنا بيخرجني لسه برضو من يعني كلها. انت لسه برضو شغاله عليها يعني شغاله على التأهيل بتاعها؟ بعالجها بعالجها لحد الان يعني. فكل ده كان ضغط بصراحه. بتبقي طول الوقت كير ان انت في اخطاء وقع فيها الغير ان ممكن اقع فيها؟ يعني اكيد فتره الايقاف وموضوع المنشطات اللي ممكن يكون البعض وقع فيه بشكل غير مقصود. انا بتكلمت في الموضوع ده كتير لان قلت ممكن ناكل حاجه يبقى فيها هرمون اصلا واحنا ما نعرفش، اجي اعمل تحليل تطلع العينه ايجابيه وزي ما انت قلتي اتعرض لسلبيات والنار بتتفتح في وش. ده حقيقه. الناس بينسوا دايما الحلو ويروحوا هب ماسكين اول غلطه. ده حقيقه فعلا. شيء كل والله يعني ساعات بيبقى في ناس حلوه خلينا نبص لها. ايوه في ناس كتيره بتقول لنا ما توقفوش يعني. بتقلقي يعني طول الوقت بتبقي كير على نفسك؟ انا لو جالي شويه برد عاديين ما باخدلوش حاجه. ما تاخديش ادويه؟ ما باخدلوش اي حاجه. ما بتعاملش زي الناس الطبيعيه. ما لا ممكن افضل على الحاجات الطبيعيه، اشرب حاجه سخنه حاجات زي كده، لكن ما اقدرش ان انا اخد حاجه مني لنفسي. لازم أن ارجع الدكتور، معانا الدكتور مجدي فدوت لازم يرجع لنا كل حاجه يعني. فما اقدرش اخد حاجه مني لنفسي خالص. انا شايفه ان ده مهم جدا يعني. بيقول لك لا خاب من استشار. ده حقيقة. ممكن فعلا. اكون انا ما اعرفش فاسال، مش عيب، ودول هم اللي عارفين كل يوم عندهم ابديت اكيد في الجدول. ده حقيقي فعلا. فده مهم جدا. طب خليني استاذنكم نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا مع ابطالنا من رفع الاثقال اللي منوريني النهارده. ابقوا معانا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه منورينا في ملاعب الابطال فقرتنا الحواريه كريم كحله ونعم سعيد طبعا لاعبي المنتخب الوطني لرفع الاثقال. كريم، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التحديات وقد ايه يعني مريت بفتره ممكن تكون مش سهله وممكن البعض ييأس في الطريق وما يقدرش يكمل. اكيد فتره الجيش كانت فتره بالنسبه لك برضو صعبه، يعني اكيد انت مجند وفي نفس الوقت انت برضو بتمارس رفع الاثقال، وقلت لي كمان كانت فتره صعبه فتره الايقاف. قولي ازاي كنت بتقدر توفق ما بين ده وما بين ده؟ يعني ده برضو واجب عليك وفي نفس الوقت انت عايز تحافظ على مستواك وعلى تمرينك وان انت تفضل بطل. تعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ هو الموضوع يعني كان بالنسبه لي كان صعب جدا، بس يعني انا وقتها كنت وانا مجند كان في حاجه في الجيش كده بيعملوها للاعيبه المنتخبات والحاجات دي اسمها مركز رياضي، يعني بلعب رياضه جوه الجيش. يعني انت يعني بيبقى ليك مكان تتمرن فيه جوه. طبعا. تمام. بلعب اللعبه بتاعتي جوه الجيش في مركز رياضي، وفي بطولات كمان بتتعمل على مستوى الاسلحه العسكريه، بيبقى في دوري كده وكده. بيكونوا طبعا لعيبه المنتخبات والحاجات دي بيكونوا واقفين جنبهم بشكل كويس يعني علشان مستواك ما ينزلش. لان انت لو انت بعدت عن التدريبات بتاعتك، بعدت عن التمرين، مستواك هينزل. وبيكون ليك طبعا تفرغ لو انت داخل منتخب مصر، بيكون ليك تفرغ ان انت ما بتحضرش جوه في الجيش، وبتبقى مكانك في منتخب مصر وبس. بالتالي بتروح تمامات. يعني كان في حاجه بتساعدك، لازم يطمنوا عليك انت كويس، انت موجود. ببقى شايفه دايما لازم اللي حواليا برضو يساعدوني في النجاح ده، يعني زي مثلا ما بتبقى في دراسه، فكنت دايما بسال ضيوفي ان هل بيدوكوا فليكسبيليتي انك تغيب، ان ممكن ياجل لك امتحان، عارف لو المنظومه اللي حواليك. كان في استثناء كده للاعيبه بالتحديد اللي في المنتخبات، لانه هيسافر بطولات بره مصر، فكنت بسافر بباسبور من تبع الجيش، باسبور عسكري، بطلع تصريح من الجيش. كان موضوع كده يعني لحد ما رحت دوره الالعاب الافريقيه وانا مجند. سافرت معسكر خارجي وانا مجند برضو. دي حققت فيها 3 ميداليات ذهب و3 ارقام افريقيه. الحقيقه يعني المؤسسه العسكريه بتطلع لنا ابطال كتير جدا، مش ببقى عارف، ببقى حاسه ان هم اصلا تربوا على البطوله، يعني اسماء كتير في بطولات في لعبات كتير مش في رفع الاثقال بس. نعمه، بتفكري في باريس ازاي؟
باريس. هو انا كنت بفكر في قبل باريس في الدوره الاولمبيه اللي فاتت في طوكيو. ولما راحت يعني ادتني امل بقى ودافع اكتر لباريس ان انا احقق فيها ميداليه، وفي نفس الوقت نفسي من هنا لباريس افضل في الثلاث مناصب الاولانيين عشان بجد اعلق فيها حاجه. يعني ده اللي عندك لسه بطوله عالم دي اللي هتبقى مؤهله لباريس. مؤهله لباريس في شهر 12 12 اللي جاي، غيرها خمس بطولات تانيين مؤهلين لسه عشان خاطر الدوره. فكره ان باريس فاضل لها سنتين بس الحمد لله مش اربعه، يعني ما يبقاش في توقف وما حضرناش اولمبيات ونقعد اربع سنين كمان، يعني سنتين. شفتي ان ده استكمال للاعداد ان اترحلت سنتين؟ مش مشكله بس ان شاء الله موجودين. على فكره يعني ده خير خير يعني متشال، فبجد شايفه ان اللي جاي ان شاء الله يكون كويس باذن الله ان شاء الله. دي كانت بطوله البحر المتوسط صح؟ في الجزائر. اتحققتي فيها انت برضو ذهب؟ اتنين ذهب. اتنين ذهب. طيب كريم، يعني برضو انت بتستعد لباريس ازاي؟ يعني شايف بطولات العالم ازاي اللي انت هتشارك فيها اللي هي المفروض مؤهله لباريس؟ اكيد اغلى حاجه او اغلى حاجه في تاريخ البطل الرياضي هي الميداليه الاولمبيه. طبعا بطولات العالم حاجه، لكن الميداليه الاولمبيه بتبقى هي الاغلى. طبعا هي الهدف الاساسي، يعني بالنسبه لاي رياضي في مصر هي بالنسبه له الهدف الاساسي هو الميداليه الاولمبيه او الدوره الاولمبيه، لان هي البطوله الكبيره جدا، هو الهدف الكبير. بطولات العالم بتكون محطات، مش شرط ان انت تكون احسن حاجه في بطولات العالم، بس بيكون في مؤشرات، في انت بيبقى ليك رؤيه ان انا شايف ان انا السنه اللي جايه هكون في مستوى تاني. احنا لعبه رقميه، انا شايف نفسي عارف ان المستوى بتاعي السنه دي، طيب انا السنه الجايه ممكن اتقدم خطوه لقدام، ممكن في الاولمبياد اجيب ميداليه. فهي بتكون كده، فمش شرط ان انا مثلا ممكن اروح بطوله عالم وما يكون موفقش فيها يعني، فاقول خلاص ان هو ده نهايه المطاف وان انا ما فيش ميداليه اولمبيه. في لعيبه كتير مش مصريين، لعيبه من كل العالم في بطولات العالم ممكن ما يعلقش وبيفضل شغال لحد الدوره الاولمبيه ويروح يجيب ميداليه. فهو الطريق طويل والطريق لازم تاخده كله بالحلو والوحش. طب لما يبقى الطريق ان الجماهير والمنظومه وكل الناس بتعول عليكم امال كبيره، ده بتقابلوه ازاي؟ يعني انت ونعمه عليكم امال كبيره في باريس، مش عايزين نقاطع الاحداث وربنا يحفظكم ان شاء الله حتى الاولمبياد، ولكن الجميع دلوقتي بالارقام وبالانجازات اللي انتم بتحققوها يقولوا لا دول ممكن، ويبقى في قوه كمان في المنافسه في باريس. بتترجم ده ازاي؟ بتتعامل معاه ازاي؟ هل بيشكل عليك ستريس مسؤوليه، ولا بيديلك دافع اكبر ان انا لازم اشتغل واتعب اكتر واكون عند حسن ظن الناس اللي بتثق فيا؟ طبعا هو الموضوع بيعمل يعني شويه من الضغط اتنين وشويه من الدافع ان انت لازم، انا لازم احقق، لازم اجيب. لكن في النهايه انت بتحكم عقلك في كل حاجه، ان انا خطه انا ماشي عليها، فانا تمام انا لازم انفذها، مش لازم ان انا التفت مثلا لاراء الناس، حتى لو الناس هي عايزاك تجيب، بس رايهم ان انت دلوقتي انت ايه اللي انت بتعمله، او انت دلوقتي مش كويس، او الكلام ده ما ينفعش التفت غير للخطه اللي انا ماشي عليها. هي الخطه انا مركز فيها، مش مهم ان انا دلوقتي انا مش كويس مثلا، او الشهر الجاي مش كويس، انا المهم ان انا ماشي على الخطه بتاعتي مظبوطه، والمهم ان انا في النهايه اجيب الميداليه. يعني هي مش مهم ان انا التفت لاي حاجه غير الطريق اللي انا ماشي فيه لحد الميداليه. وطبعا مش كل الناس هتكون جنبك في الحلو والوحش، يعني في ناس هم عايزين يكونوا جنبك بس مش في الوحش مش هيكونوا جنبك برضو، فانت مش لو التفت ليهم هتكون خلاص انت رحت في الجانب الوحش، لكن انت ماشي في طريقك خلاص. بتشتغل عليه طبعا طول لازم الوقت. لازم ما تلتفتش، ما تبصش لاي حاجه غير الطريق اللي انت ماشي عليه عشان تمشي فيه مظبوط لحد الميداليه اللي انت بتدور عليها. طيب نعمة، يعني في الميزان عندك مين اقوى المنافسين ليكي؟ خلينا نتكلم عن افريقيا وعلى مستوى العالم. افريقيا الحمد لله ما فيش حد. في مستوى العالم الصين وروسيا، دول بالنسبه لي اكتر اتنين في ميزانك. الصين وروسيا هم اكتر اتنين في ميزاني. طيب انت تابعتي اكيد طوكيو اللي فاتت وعارفه الارقام ارقامك طوكيو. شايفه الدنيا ازاي؟ ايوه شايفه الدنيا. على فكره طوكيو اللي فاتت البنوته بتاعت 64 كانت لعبه معايا الماتش اللي فات في بطوله العالم كبار، فكنت عامله عليها اول يعني، فالحمد لله. لكن انا متابعاهم على فكره، عارفه مين معايا ومين لا عشان
ابقى عارفه بس انا. بس كريم اتكلم في نقطه مهمه وقال ان ممكن في لعيبه ممكن ما تشاركش في بطوله عالم، ممكن ما يجيبش التوب ليفل بالنسبه له في بطوله العالم، ولكن ممكن تبقى انت من شهر لسه لعبه وهو لا ما طلعش كل اللي عنده. بس في لعيبه، بس في لعيبه مميزه انت بتبقى عارفه لو هي مش كويسه في الماتش دوت ممكن تيجي في الماتش الجاي تاني. انت بتبقي عارفه وعامله لها حساب اللي هو لا ده مش احسن حاجه عندها. ايوه ده حقيقي فعلا، لان كتير قوي بيحصل لنا دروبات في الماتش ما بنوفقش، فببقى عارفه يعني. لكن على مستوى افريقيا، افريقيا الحمد لله، مصر على مستوى افريقيا الحمد لله يعني ما فيش. ايه سر تميزنا في رفع الاثقال؟ بس انا قلت النهارده مقدمه كبيره كده، معرفش سمعتوني ولا لا، وقلت ان احنا مميزين على مستوى الاسوياء والبارالمبيكس، فالحمد لله. حتى قلت تاريخ الميداليات الاولمبيه فرفع الاثقال الحمد لله يعني تقريبا 40% من عدد الميداليات الاولمبيه اللي جت في تاريخ مصر. هو احنا انا مش قادر احدد بالظبط، بس انا من وجهه نظر انا ان احنا المصريين جيناتنا قويه. حتى لو رجعنا للتاريخ القديم قوي بتاع اللعبه هتلاقي كنا بنعلق ذهب في الاولمبيات، بس طبعا وقتها كان اللعبه بتاعتنا كان لسه يعني العلم ما اتدخلش قوي في الموضوع، فكان الموضوع بيعتمد على هي القوي هو اللي هيكسب وخلاص. الفتره اللي فاتت بقى لنا كتير من اولمبيات مثلا لندن او اولمبيات بكين احنا شغالين بشكل علمي شويه، بنشتغل بشكل كويس وبنتطور كل سنه عن الثانيه بشكل كويس لحد ما وصلنا لاولمبياد ريو، كنا شغالين بشكل كويس جدا لحد دلوقتي. الوقت اللي احنا فيه بقينا شغالين بشكل كويس جدا وبنتقدم لقدام، وكل مره بنستفيد وبنشتغل، المنتخب بيتطور، مدير فني بيتطور من رؤيته من فكره، فشغالين بشكل كويس، فبالتالي في نتائج كويسه كل مره، بيكون في نتائج كويسه وبيظهر اسامي جديده ولاعيبه جديده. احنا طبعا كان في ساره سمير، في محمد ايهاب، بيظهر لعيبه تانية، في نعمه، في لعيبه اسامي دلوقتي موجوده كتير برضو. فاحنا كده بالشكل ده احنا شغالين كويس يعني، احنا بنستغل جيناتنا والحاجات الوراثيه بتاعتنا، وبرضو بنشتغل بشكل علمي وبشكل منظم كويس يعني. انا قلت المستعين. يعني الاهم يعني من تحقيق الانجاز ان احنا عندنا اجيال. طبعا يعني طول الوقت عندنا اسماء وعندنا يعني اجيال جديده. ممكن الجيل الاول يعني محمد ايهاب خلاص اعلن اعتزاله، ويبقى في لا اسماء تانية وفي جيل تاني وما نفقدش. طبعا بس هي احنا شغالين دلوقتي يعني بالنسبه للشغل العام يعني شغالين بشكل كويس، وفي تنافس كويس الحمد لله، في مشروع البطل الاولمبي بتاع الوزاره، وفي المؤسسات العسكريه طبعا، كل دول بيبقى في تنافس بينهم. التنافس دوت طبعا مش حاجه وحشه، التنافس ده بيطلع من هنا ابطال ومن هنا ابطال، فبالتالي كله بيصب في الاخر في مصلحه المنتخب المصري. طيب خلينا يعني كان سؤالنا النهارده على السوشيال ميديا، قلت النهارده وجه كلمه او رساله للاعبي منتخب مصر لرفع الاثقال بعد تالقهم في بطوله افريقيا. خلينا نشوف بقى متابعينا بعتوا لكم وقالوا ايه. سمعنا بقى ولاء عظيم عزام بتقول شرفتونا بجد ما شاء الله، وان شاء الله تحققوا اكتر من كده بكتير في الاولمبياد. في كمان محمد القاضي بيقول طول عمر رفع الاثقال المصريه لعبت انجازات وبطولات، وفوزهم بالبطوله الافريقيه الاخيره امر متوقع، الف مبروك ليهم وان شاء الله يقدروا يحصلوا على ميداليات في اولمبياد باريس. في سارة بكري بتقول شرفتونا وإن شاء الله تحققوا أكتر من كده في أولمبياد باريس. في أحمد فراج بيقول مساء الفل، أنتوا لعيبة أبطال إن شاء الله متألقين ودائما تحيا مصر. محمود عبد السميع شرفتونا وإن شاء الله في تقدم مستمر ويتحقق إنجاز جديد على إيديكم. شريف ناصر مساء الفل يا شريف، ربنا يوفقكم منصورين ان شاء الله، انتوا قدها، انتوا بتلعبوا باسم مصر. شايفين اخر دي كانت اخر تويته معانا طبعا، وفي الحقيقه يعني ابطالي، وانا بقول تعليقات الجمهور اللي بيتفرج علينا او اللي متابعنا او اللي متابع كمان اخبار منتخبنا الوطني في رفع الاثقال، في ابتسامه كده ممكن تكون مش على الوش، ابتسامه كانت في العين، يمكن تكون دي بتكون اصدق. شفت كلام ازاي؟ حسيت بايه؟ خير طبعا يعني كل هم بعتوا لكم كلام انتوا ردوا عليهم بقى. هو شكرا جدا يعني لكل اللي بعت، والحاجات دي طبعا كلها بالنسبه لنا بتكون محفزه جدا لان انت تحقق،
وان انت تحقق انجاز مش لنفسك، انجاز لمصر كلها، وتضيف ميداليات لمصر. والحاجات دي بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا شخصيا، بتكون دافع كويس ليا ان افرح، حتى لو ايه قليلين، بس لو فرحتهم انا هكون مبسوط جدا. ما عندناش وقت ناخد كل اللي بعتولنا. نعمه، تقول لهم ايه؟ انا بشكرهم جدا، وكمان بشكر اللي بيخش لي برايفت، لان في كتير قوي بيخش وبيشجعني كتير قوي وبيقول احنا معاكي ومستنظرين منك حاجه كويسه في باريس، وحقيقه بشكرهم كلهم بجد والله. انا اللي بشكركم، بتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله دايما تبقوا رافعين علم مصر في المحافل الدوليه ومحققين انجازات اكتر من كده بكتير. واملنا مش بنحط عليكم ستريس، ولكن احنا عندنا ثقه كبيره ان شاء الله فيكم في اللي جاي. ان شاء الله بطوله العالم تكون مؤهله لباريس، وان شاء الله تقدروا ان انتوا تنافسوا بقوه وتسعدونا زي ما دايما بتسعدونا. كريم كحله، انا بشكرك يا كريم، شرفتني ونورتني. شكرا جدا، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. نعمة سعيد، بشكرك يا نعمة، شرفتيني ونورتيني، وان شاء الله اللي جاي يكون احلى بكتير ان شاء الله. اشكرك مشاهدينا، بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كانت كلها ابطال. نمسك الخشب كده عشان ما نحسدهمش، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل لابطالنا المصريين والرياضه المصريه. ودايما تحيا مصر، الى اللقاء.